السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بكم، ويا هلا وكل الهلا الياسمين الهندي وعطره الفواح. طبعا هذه شجرة لها عدة مسميات، ولكن نحن نسميها الياسمين الهندي. شجرة جميلة بتحمل الجفاف، دائمة الخضرة ودائمة التزهير ودائمة الرائحة العطرية. هذه طبعا للأسف شديد بعض أصحاب الحدائق يعني ما عنده التصميم وين يضع الشجرة المناسبة في المكان المناسب. لو لاحظ هنا هاي زاوية البيت، هاي الزاوية بالأخير، واضح هذه الشجرة يعني لا هي قريبة على النظر ولا هي قريبة على حتى اللي يشم عطرها. وأيضا بغربها شجرة الواشنطونية مضايقتها ورايحة هذه إلى الجانب الآخر مبتعدة عنها. فهنا بزاوية البيت في الأخير لا حد يشوفها ولا حد يشم عطرها ومتروكة، يعني البيت الرئيسي والمدخل البوابة الرئيسية تقريبا تبعد بال 15 متر. فهذه الأشجار الجميلة المفروض تكون في الواجهة، واجهة المنازل، في البوابات، في المداخل الرئيسية، حتى الزائر يشم العطر ويشوف هذا الجمال ويستمتع بجمالها وعطرها. تحياتي لكم، حياكم الله، يا هلا وكثير الهلا.